السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا متابعي الكرام في قناة أبو طارق. اليوم راح أتكلم عن إضاءة معينة اللي هي تيجي بالحساس أو السنسور اللي هو حساس الحركة موشن سنسور. طبعا توجد عدة شركات، راح نتكلم عن الشركة هذه اللي هي الفي تاك، شركة الفي تاك، وطبعا هذا النوع اللي هو LED دي تايب لايت ايميتنج دايود. طبعا مثل ما نلاحظ المواصفات موجوده هنا. طبعا عندنا الواط، طبعا 12 واط، وعندنا ال 900 اليومينس، وعندنا طبعا الديتكشن انجل، زاويه الديتكشن 360 درجه، وعندنا كذلك المسافة الديتكشن 6 متر، لحد مسافة 6 متر مباشرة. طبعا عندنا الإضاءة اللي هي الدي وايت 6400 كي. طبعا الماركة هذه مثل ما ذكرنا توجد عدة ماركات، وطبعا عندنا هنا في الخلف المواصفات بالتفصيل. عندنا طبعا اليومينس مثل ما ذكرنا 900 اليومينس، وعندنا الديتكشن رينج 360 درجه، وعندنا طبعا الفولتج اي سي فولتج اللي هي من 220 لحد 240 فولت. الفريكونسي طبعا يشتغل على 50 و60 هرتز، والباور 12 واط، وعندنا اللايف تايم اللي هو 25000 ساعه. طبعا 25000 ساعه يعني ممتاز جدا، اكثر من 20000 ساعه يعتبر ممتاز. وعندنا الديتكشن ديستنس مثل ما ذكرنا 6 متر. التايم ديلي طبعا من 10 ثواني الى ماكسيمم، طبعا مينيمم 10 ثواني والماكسيمم 3 مينتس. اذا تقدر تضبط التايم من 10 ثواني الى 3 دقائق ماكسيمم، يعني عند التشغيل ووقت ما يشتغل الليت يكتشف حركه معينه، ممكن ضبطه انه يشتغل لمده 10 ثواني، واقصى وقت ممكن ضبطه انه يشتغل لمده 3 دقائق. عندنا طبعا الانستوليشن هاي طبعا من مترين الى 4 متر تقريبا، وهذه طبعا المواصفات عندنا. عندنا طبعا هنا اللي هو الكيلو وات اور لكل 1000 ساعه، طبعا 12. هذا تقريبا بشكل عام. هنا ايضا عندنا اللي هي طريقه التوصيل وشو موجود في الداخل. طبعا عندنا طريقه التوصيل اللي هي اللاين نيوترال مثل التوصيلات العاديه. راح نفتح الليف من الداخل ونشوف. اذا ياتي بهذه الطريقه، عندنا المصباح او الليت، وعندنا كذلك اللي هو الكتيب موجود عندنا، ومسامير التثبيت. مسامير التثبيت طبعا تيجي ثلاث مسامير او ثلاث براغي بهذه الطريقه، طبعا ثلاث براغي. ومن هنا طبعا ندخل كيبل الانبوت يدخل على الداخل، و المواصفات كذلك موجوده هنا. وطبعا في الداخل ياتي بهذا الشكل. طبعا نقوم بتدوير الاضاءه، وطبعا هذا هو الحساس مثل ما نلاحظ، حساس الحركه هو هذا. نفتح الليت بهذه الطريقه، ومثل ما نلاحظ عندنا هذا الليت من الداخل. طبعا مثل ما نلاحظ عندنا طبعا الحساس الحركه، ومثل ما ذكرنا من هنا يدخل الكيبل الرئيسي، ومباشره ياتي الى الانبوت اللي هو عندنا اللاين والنيوترال. هنا عندنا اللاين وعندنا هنا النيوترال، ومثل ما ذكرنا هذا هو حساس الحركه. وفي الجانب الاخر عندنا طبعا التايم واللكس. عندنا طبعا هنا التايم واللكس بهذه الطريقه، على اليسار التايم، طبعا عندنا على اليسار ممكن نخفض عليه اعلى درجه، وعلى اليمين طبعا نزيد الى هو 3 دقائق. ايضا اللوكس على اليسار تخفيض، وعلى اليمين تخفيض. اذا عندنا التايم واللوكس.
ممكن طبعا تزيده وتنقصه. اذا هذا بشكل عام الاضاءه هذه. طبعا بعد تركيب البراغي بهذه الطريقه، ثلاث براغي، نقوم باعاده الغطاء بهذه الطريقه، وبعد ذلك نقوم بتثبيت الليد بهذه الطريقه. اذا هذه الاضاءه اضاءه جميله حقيقه، راح اقوم بتركيبها في موقع معين، وراح نشوف كميه الاضاءه مالها وحساس الحركه هل يتفاعل مباشره ويقوم بالاحساس مباشره او لا. اضاءه جميله، اتمنى انه اكون افدتكم في هذا النوع. تحياتي لكم احبتي، لا تنسوا الاشتراك ومتابعه القناه، ونراكم في مقطع اخر باذن الله.